دعا البابا فرانسيس باب الفاتيكان إلى إنشاء ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين خارج أوكرانيا، مقترحا يوما للصلاة والصوم من أجل السلام يوم الأربعاء المقبل. وقال البابا إن قلبه محطم بسبب الأوضاع في أوكرانيا وعلى الحدود، لافتا إلى أنه تأثر بصور مسنين يلتمسون ملجأ وأمهات يهربن مع أطفالهن. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù ci invita a riflettere sul nostro sguardo. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico.